السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا مولانا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. عندي سؤال مهم جدا ويا ريت حضرتك تجاوبني عليه، يعني لأنه بيخص حالات كثيرة عندنا في البلد. يعني اتفضل. هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم عن طريق يعني واحد نعرفه إن هو ملتزم ورجل كويس؟ لا يجوز، وهذا دجل، واسمع الأدلة. قال الله تعالى: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها الآية. ورسولنا سنته تبين المجمل من الكتاب العزيز، وسنته العملية تفسر سنته القولية، تفسر سنته القولية. ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن هناك جن آمنوا به، لم يرد أنه استعان بهم في حرب من حروبه، ولا في حفر الخندق، ولا في كشف سحره يوم سحر، ولا وكذلك لم يستعن بهم في البحث عن قلادة عائشة لما ضلت. فهذا القول قول باطل، وكانت خاصة بسليمان عليه السلام، لأنه دعا رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. والرسول عليه السلام لما عرض له شيطان وهو في صلاة الليل وأتى بشهاب من نار كي يقذفه في وجهه، قال: ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. ثم قال: فأمكنني الله منه فدعته خنقته وألجأته إلى عمود من أعمدة المسجد، ولولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا في سارية من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة. نعم نعم، جزاكم الله خيرا. وإياكم، مع السلامة.